ذكر بط محشي بالفريك. هعمل الفريك هحشي ذكر بط واللي هيفيد مني هفرده تحت منه. يبقى عندي مقاديري بط وفريك وبصل وتوم وكرفس وكرات وورق لورو حبهان بطاطس فلفل حار طماطم زعتر ملح وفلفل زيت عباد الشمس كريستال او زيت درة كريستال. طيب اول حاجة ازيد درة كريستال اهوت. انا الفريك بتاعي نقعه من بالليل، الفريك بتاعي نقعه من بالليل عشان خاطر لما اجي اسويه ما ياخدش وقت معايا في السوا، ما ياخدش وقت في السوا. يبقى نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نكسر الثوم والبصل. طبعا لازم نحمره الأول، هنشوف دلوقتي ازاي نعمل نحمر، لكن أنا بستفاد دايما بالشوربة بتاعتي. بستفاد بالشوربة، الشوربة هعمل بيها ايه؟ هعمل بيها صينية رقاق حلوة، هعمل صينية رقاق حلوة. كده عندي البوكي جرنيه ناخد نصه. هو كده كده هنستخدمه مع بعضه اهو. شوية هنا مع الفرصة اللي جوه والباقي هناخده مع البوكي جرنيه. يبقى كده هنا. نفس التكسيرة، ادي مكعب مرق، ورق عندي زعتر، ورق لورو، حبهان كده بدبل. وادي بقية البوكيه جرنيه. كده شمعتهم كلهم مع بعض اهو. شوية ملح، شوية فلفل اهو، شوية طماطم بوريه. انزل بقى كده عايزين بقى نحشي عشان ايه نلحق نحمر الذكر الودز البط كده اهو. كده بس اعمل حملية كلوز عشان ايه ما يفكرش يهرب مني حاجة. هو مش هيهرب مني حاجة كده. نجيب كده هنا. اعمل ايه بقى دلوقتي اعمل حج؟ اروح جايب طماطماية كده اهو. كده يبقى نبدأ نشتغل عشان ناخد اللون الذهبي الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد لطعة كده اهو. كده عندي ادي الفريك اللي هحطه من تحت ذكر البط، ادي ذكر البط شغال اهو لسه بينمل مع بعضه. حطينا له بوكيه جرنيه بصل وجزر وكرفس ورق لورو ومعاه بطاطس كبيره حمرته الاول، وبعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين عايزه يشتغل كده ويعيش حياته، وبعدين نشوف هنعمل ايه
معاه، نشوف هنعمل ايه معاه. طيب